إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. إخوة الكرام، تعلمون أن العالم الغربي المسيحي يستعد للاحتفال في آخر هذه الليلة المقبلة، يحتفلون برأس السنة الميلادية بحسب ما يدين به النصارى، ويرونه في ملتهم المحرفة، حيث يعتقدون أنه عيد ولادة المسيح عيسى بن مريم. وهذه المناسبة تفرض علينا معشر المسلمين أن نقف وقفات مع هذه الذكرى، حتى يكون كل مسلم ومسلمة، وكل شاب وشابة، وكل طفل وطفلة على بينة من عقيدتنا الإسلامية وموقفنا من احتفال النصارى بعيد ميلاده. لأن أولادنا معشر المسلمين، وخاصة الأولاد دون سن البلوغ، أصلاً 10 سنة، 14، 15 سنة، تحجن لنا قار والله، تعيش في حيرة من أمرهم، تعيش كيش الحيرة، مرمي، لأن لثلاثة الناس في بيته، هؤلاء الأطفال في بيوتهم يسمعون، اتسلم بس إماز، بالقى لا إله إلا الله محمد رسول الله، اتسلم بس إماز، قال القرآن الكريم مثلا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سلم بسن إمتسن يكررون سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أي من يتسلم تعوض تسلم بذذن أبا بسن إمتسن. لكن خارج البيت معشر المسلمين سرنيش الحاجة النغري للشوارع للأسواق في بعض القنوات الفضائية للوسائل التواصل الاجتماعي ولا نشغل معشر المسلمين.
لذا أيها المسلم الكريم لا تعتقد أن ميش يديش يدعيش كيش ثلاث فحسب طارة في كثير من الأحيان طاوى المغترين كنغ بأجسادهم لكن العقل سن والسمان تعيش في العالم الافتراضي لليوتيوب فيسبوك واتساب وغيرها من المواقع وهم ذلتني اكسرنت والنظر من يقول ومن يردد بأن عيسى هو الله بأن عيسى ابن الله أو تسرعه وقال أن الله ثالث ثلاثة فتتكون لديهم بعض الإشكالات أحن جاء الطفل دون سن البلوغ تعيش في حيرة إذا الدهن سكسر لا إله إلا الله محمد رسول الله من النغني إكسر عيسى بن الله نغم فتتكون لديهم بعض الإشكالات وهنا يجب على الآباء أن يتدخلوا الآباء الأمهات يخصوا هم النشاط أوانصر وخاصة في هذه الفترة الحرجة عليهم أن يتدخلوا ويفرضوا وجودهم أضبطها لأولادهم ما استشكل عليهم في أمر عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء والمرسلين لأن مسؤولية التربية وخاصة التربية العقدية مش نضرب مثلا ولا التربية البدنية التربية الجسدية هذه الشريعة التي قلنا مليح لكن انها مريضة للتربية العقدية مسؤولية التربية العقدية تبقى دائما وابدا على الوالدين فمن الواجب الوالدين ان نعلم الطار هذا سنعلم الامور دينه هذا سنعلم العقيدة الاسلامية هذا اسم الزور الكرة وننسل عقيدة التوحيد منذ الصغر وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه وبجميع رسله واليوم الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطر مرة ودخل من المواليد خد على الفطرة على الإسلام على الملة الحنفية وفي تارة يمنة ويسرة ما بس للهماس كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حديث رواه إذا أيها الإخوة يجب على الآباء والأمهات أن يقوموا بواجبهم تجاه أولادهم لحماية عقيدتهم والمحافظة على إيمانهم بربهم وبجميع الأصول ولذلك إذا نغوا بهذه المناسبة مناسبة احتفال النصارى بعيدهم سنقف بعض الوقفات الوقفة الأولى أجل آباء الأمهات علينا معشر المسلمين من الواجب لخد آباء الأمهات بشرابة تربية إسلامية لثاونسن من الواجب على الآباء كما قلت لكم بشرابة تاونسن تربية إسلامية خاصة ما يتعلق بالأنبياء والرسول من لدن نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا معشر المسلمين أن نعلم أولادنا أن نعلم ما يتعلق بعقيدتنا في عيسى عليه السلام فالمعشر المسلمين نعتقد بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه تلد العقيدة ما مشي من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون ما مشي من الله سبحانه وتعالى لآدم أبونا آدم لم يخلق الله سبحانه وتعالى بدون آب ولا أم خلق ذي الزبشة
فقال له كن فكان. كذلك بالنسبة لعيسى عليه السلام، إن اسم سبحانه وتعالى كن بشرا من أم بلا بأس فكان. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فنحن معشر المسلمين والحمد لله نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد كسائر إخوانه المرسلين. أما إيهودنا النصارى وغيرهم، إيهودنا الذين جعلوه إلها مثل إله مثل إله، إيهودنا اجل الطاس على الصراط المستقيم، قد ضلوا طريق الهدى وكفروا بربهم. عيسى نفسه عليه السلام لم يتجنس مريم وهو في المهد صبية، المهد التحني تتكلم وتتكلم عن الحجارة مزيانا. فماذا قال عيسى؟ الكلمة الأولى التي نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فكانت العبودية أول ما نطق بها سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيا. بالله عليكم، هل النصارى واش تؤمن برسالة عيسى عليه السلام؟ واش النصارى أجلس الوصية عيسى عليه السلام وبشارته؟ ألم تسنين كما حكى الله عز وجل في القرآن يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كلا، النصارى لم يؤمنوا ورمنا برسالة عيسى عليه السلام كما أنه كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنت في هذا سرمن من المنتسبين إلى الإسلام تقلد هؤلاء في احتفالاتهم، يشاركونهم في شركهم وجهلهم وضلالهم، وهم يعرفون أن ما هم عليه ضلال مبين وجهل كبير، وعيسى عليه السلام بريء منهم كما قال الله تعالى على لسانه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. تلك الوقفة الأولى معشر المسلمين، أن بدك فرن أثنى ربا تربية إسلامية، أنا سنسن العقيدة نرضي عيسى وأمه عليهما السلام، وخاصة من العقب القرآن الكريم اندف الله سبحانه وتعالى يسير ذي الطاس الصور يسير عيسى ذي مسماه، بل ذي الإجل صورة صورة من القرآن الكريم اسم الله عز وجل سورة مريم. الله عز وجل يسير عيسى ذي مريم في هذه السورة، سورة مريم، سورة آل عمران، سورة المائدة وغيرها من السور. الوقفة والسنانين معشر المسلمين، نشمها نودع سنة، سنة الميلادية، ومن الواجب علينا معشر المسلمين، سبحان الله، عبد الخلق الأيام، عبد الخلق الشهور، عبد الخلق الأعوام، نشمتنا للوقفة معشر المسلمين. من الواجب الإنسان على آخر السنة الميلادية أن حسب يخبرنا، نعم أنسن بأن هذه الأيام يعدون نقصنا نغزي عمرنا، نعم معشر المسلمين. ففي ختام السنة الميلادية واستقبال سنة أخرى علينا أن نستشعر قيمة الوقت وخطورة الأيام والشهور والأعوام.
الأعوام التي تمضي من عمرنا. والغريب الغريب أن يطاس يودان عد الوسال عد الشهور ومع ذلك يفرح يفرح الوسال يعدون تعوس لما نعذر عمار بالطاعات والقربات الإنسان ما لا يفرح أسر لكن الوسال ما لا يستعدوثا في الدين والقاد نستعدوثا مثلا في إضاعة الصلوات نستعدوثا بقيمة المقاهي وغير ذلك الإنسان يستديره والذي فهم عشر المسلمين. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل. قال الفضيل بن عيار رحمة الله عليه: يمسل قائد جبلان كبري ذي كوان استقصاد إن السلم أتى عليك شحال غاكس العمر نشر شحال عشت في هذه الحياة إن 60 سنة إن منذ 60 سنة شك في الدوال الله سبحانه وتعالى منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تنتصر 60 سنة شك في الدوال ولا شك في الدوال وأنت تنتصر. فقال هذا الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوات الكرام، ما أسرع مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام. سبحان الله، كيف مضى عام بهذه السرعة؟ إذ نضعت غنض فاتح يناير 2021 نهار القنوط 31/12/2021. نعم، سبحان الله، كيف مضى عام بهذه السرعة؟ هل ذهبت بركة الأوقات أم أننا قد أدركنا علامة من علامة الساعة؟ إيش تزيدنا؟ إما السنة تزر السنة، الأسبوع، الشهر، العام، السنة يعد بسرعة، إما وليس تقب البركة نير أقل تعيش إجل العلامة من علامة الساعة. أخبرنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، إنما نلمسه من تعاقب السنين والأعوام وسرعة تصرف الأزمان والأيام، ليس إجل إشارة إلى معجزة نبوية وعلامة من علامات الساعة. قد أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله حين قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. إجل العلامة من علامات الساعة تقارب الزمان، النهار يروح، سمنة تروح، شهر يروح، عام، وهكذا. ثم يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كلمح البصر. أخبثها بشدق للدد ونشهاز بالضد. وفي رواية: وتكون الساعة كالضرمة بالنار. سرت بسيس جدث الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. نفعني له وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث سيدنا الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تحمده الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. قلت لكم أيها الإخوة بهذه المناسبة احتفال النصارى بعيدهم نغوما ببعض الوقفات. الوقفة الأولى: نقف مع أولادنا وفلذات كبدنا، ثم ثانيا نحاسب أنفسنا عن مرور الأيام والشهور والأعوام.
فهي نقص من أعمارنا. ثم الوقفة الثالثة والأخيرة، ربما توقف الإشارة للجمعة الماضية، الإسلام لم يحرم علينا أن نتعامل مع الكفار. الإسلام وخلق حال شاب شريك المعاملة مع الكفار، مع اليهود والنصارى وغيرهم، وخاصة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعايشهم تغيث خسنيز نزيس، يعاملهم مع معاملة حسنة كما أشرنا في الجمعة الماضية. ولذلك الإنسان بالنسبة للمسلمين شنحش برو غاسم الدير لا بأس أن نستوردها من الكفار كالأسلحة مثلا، أو نستفيد من خبراتهم في مجال التقنية وخطط الصناعة. ديننا وخلق حرم شبشر المسلمين أن المعاملة مع الكفار في مجال التجارة، التجارة المباحة وتبادل المنافع المفيدة، إنما الذي يحرمه ديننا من خلق حرم دين المعشر المسلمين أن نستورد من الكفار العادات السيئة، الخصال الذميمة، التقاليد الفاسدة. لما ذلك؟ لما في ذلك من المفاسد العاجلة والآجلة؟ لذا ينبغي، ينبغي علينا معشر المسلمين أن نعلم وأن نتيقن وأن نعلم لأولادنا هذا سنني، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى منذ أزيد من 14 قرنا، وأخبرنا بأن ذلك سيحدث في الأمة لا محالة، وقد حدث فعلا وعشناه في زماننا. وما احتفال المسلمين بعيد الميلاد إلا دليل واضح على ذلك. هذا الاحتفال يرفضه الشرع الإسلامي لأنه اتباع لأهل الكفر والضلال، وهو برهان ساطع على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل ناصع على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يخطئ عن الهوى. نعم أيها الإخوة، لقد ظهر في هذا العصر بعض المنتسبين إلى الإسلام اتبعوا سبيل الكافرين في كل صغيرة وكبيرة، حتى صدق فيهم قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فقالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويا كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها، اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ويا كريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، جسدا على البلاء صابرا. يا ربي اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعدلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. جلالة الملك محمد السادس، يا رب كن له وليا ونصرا وحفيظا ومعينا. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته، اجعله يا مولانا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له الحق علينا. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، اللهم يكمش فيهم بشفائك، داوهم بدوائك،
عافه من بلائك، اللهم يا رب اصرف عنا هذا البلاء، اكشف عنا هذا الوباء، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا انا نسالك ان تنصر الاسلام والمسلمين، اللهم يا رب اهدي رايه الحق والدين، وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. يا اكرم الاكرمين ويا رب العالمين، اخيرا معشر المسلمين الذي تنش النقاط من طرفي مثلا صحابنا الاجنام، اولا يقرأوا ما قالت سجن الاجنام غالمسجد، ربما الجمعه المقبله ستزورنا جمعية التقوى لهدم وإعادة بناء المسجد. تحتاج الزوج باش تساعد الجمعة تغيسن بحول الله وقوته. ثانيا لجنة المسجد تدعو إلى المبادرة إلى أداء واجب الشرط في السنة الجديدة 2022 والمحدد بداية 200 درهم. والنواحي الشهر خاصة العام المقبل بحول الله. تحتاج الزوج باش تسن الشهر من سنة 2022 المبلغ 20,000. وأخيرا وقت الأخيرة دعاء لأحد المحسنين، ربما شيء يجري الخير أحسن بماله وجوده وقوته إلى هذا المسجد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. اللهم يا ربي تقبل عمله، اللهم يا ربي تقبل منه عمله، اللهم يا ربي تقبل منه عمله كله، ولي ونصير وحفيظ ومعينا. اللهم يا رب اخلف عليه ما انفق في هذا المسجد، اجعل عمله هذا لله خالصا لوجه الله من غير رياء وسمعه. اللهم يا رب وفقه ووفقنا جميعا لما تحب وترضى، ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. امين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم خاشعين.